مشاهدينا الأفاضل المتتبعين أينما كنتم، نرحب بكم في عدد جديد من برنامجكم الخضرة في الكان. طبعا اليوم نجتمع وإياكم للحديث عن مباراة المنتخب الوطني التي شاهدناها أمام المنتخب البوركينابي والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسنتحدث طبعا على مباراة يوم غد التي تنتظر الخضر أمام منتخب موريتانيا، مباراة مصيرية يكرم فيها المرء أو يهان. نتمنى أن يكرم فيه أشبال جمال بلماضي، وجمال بلماضي أيضا، لأن الفوز أمام موريتانيا يضمن لنا التأهل بنسبة كبيرة بعد مباراة ماراثونية وظلم تحكيمي شاهدناه في مباراة بوركينا فاسو. دخلنا في الحسابات، دخلنا في ما يعرف عند الشعب الجزائري بمصطلح الآلة الحاسبة. الآن الشيء الجميل في الأمر أنه التأهل بين أيدينا، وأنه يمكن أن نضمن التأهل بفوز أمام المنتخب الموريتاني بغض النظر عن المرتبة التي سنتأهل فيها، إن كانت المرتبة الأولى أو الثانية، أو سنتأهل ضمن أحسن مركز ثالث ما بين المجموعات. طبعا سنتحدث في كل هذه الأمور رفقة محللين ونقادنا رياضيين، ونتشرف كثيرا بتواجد المدرب القدير سيداري فرانكي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير أعزائي المشاهدين، مساء الخير أخويا ناصر، سعيد بلقائكم وإن شاء الله نكون خفاف عليكم إن شاء الله. شكرا، وأيضا سعداء بتواجد محللنا المتميز ناصر عامر. أهلا وسهلا بك. أخويا سيد علي، جمهورنا الكريم، مساء النور. كما قلت، المنتخب قد تعادل في مباراة دراماتيكية من بوركينا فاسو. قبل أن ندخل في المباراة، قبل أن نتحدث عن أطوار المباراة، قبل أن نتحدث عن الفرص، قبل أن نتحدث عن اللاعبين، يجب أن نتحدث عن رجل اللقاء وهو حكم الفار الذي لم يعد لعدة لقطات للمنتخب الجزائري، في حين أنه أي لقطة صغيرة للمنتخب البوركينابي لاحظنا أنه يعود لها. ربما الموضوعية غابت، ربما حتى أنا كصحفي الآن بالنسبة للعديد من المشاهدين خارج الجزائر يقول لك بأنه نحن ربما نلقى الأسباب لدعم منتخبنا، لكن الحقيقة التي يجب أن تقال هو أن التحكيم لا يزال ضد المنتخب الوطني الجزائري. أستاذ ناصر، يلا نبدأ معكم في ما حدث في مباراة بوركينا فاسو. تحكيم لم يعد للقطة بغداد بنجاح الأولى التي 100% ضربة جزاء واضحة، حتى وأن الشخص لا يعرف كرة القدم يتذكر فقط هدفنا في المونديال أمام منتخب بلجيكا، نفس اللقطة ونفس العرقلة لصوفيان فاغولي. أما اللقطات الأخرى، البعض قال بأن لمسة اليد لم تكن متعمدة، أتحدث عن لقطة والناس وعن لقطة عمورة أيضا، لكن هناك على الأقل ضربة جزاء واحدة 100% كانت صحيحة للمنتخب الوطني الجزائري. تفضل أستاذ ناصر. شوف الأخ يوسف، احنا باش نجيو البلاطو اليوم نورمالمون نهضرو كوتي تكنيك وتكتيك، ولكن بعد هذه الفضيحه التحكيميه والمؤامره اللي راهي موجوده في بيت الكاف اليوم، امر خطير جيد جدا. ليعلم الجمهور الكريم ان الجزائر مستهدفه من طرف العالم باش يخرجوا من الدور الاول هذا، ولكن بفضل السياده الوطنيه وقدرة الإله احنا راح نمشي إن شاء الله، يعني نقولها بكل تحفظ، لأنه لما تشوف المباراة اللي فات والمباراة اللي من هي لعبنا كونتر الحكام وليس كونتر الفرق، لما تشوف عبر الشاشة المنتخب الجزائري تحس باللي منتخب عالمي راه يلعب، ولكن لما تكون مستهدف وين راح تلحق خويا يوسف؟ مستهدف من أستاذ؟ يا يوسف مستهدف، هل تعلم بأن رئيس لجنة الفار شكون الفار شكون يوسف؟ هو يحيى حدقة، هو رئيس لجنة الفار في أفريقيا اليوم. هاو خرج لنا لك جاء واحد آخر اليوم، هذا مغربي، مغربي، ابحث تلقى، هو من المخزن، ثم زيدوا نحصلوا في المغرب كل شيء من تحتهم يوسف، هما من يحكمون الكرة الأفريقية. يعني تعادل امام بوركينا فاسو سببه المغرب. ليس بتعادل يوسف، شوف ليس بتعادل، ولا ربحنا عند ربي يا يوسف تقي مولاك عند الكاميرا. لو ماتش هذا، لو ماتش هذا، لو ماتش هذا كان يروح بخمسه ولا بسته للجزائر. هل ترى لو بيت كيزون ماركي الكول بوركينا فاسو صحيح؟ صحيح، ليس بصحيح يوسف. لو كان تتقن مليح كما قال واسمه الحاكم المغربي، ربي يهديك استاذ ناصر، صحيح 200% ربي يهديني يا صحيح 200%، كل الحكام قال لك صحيح، كل الحكام قال لك صحيح، وما كانش ثلاث ضربات جزاء في التلفزيون تاعكم واقع.
كاين ضربه جزاء صحيحه، ضربه جزاء واحده تقي الله يوسف واحده الاخرين غير متعمدة. يوسف هناك والله شوف لازم تقويه الجبهه الداخليه في الجزائر حتى نقدر نهضر مع العالم. كيف جبهه؟ احنا بيناتنا ماناش متفاهمين، ماناش نجاهدوا استاذ ناصر باش نتفاهموا. ماكش تجاهد، حبيت نقول لك باللي جهاد هذا، نقول لك باللي جهاد يوسف. لماذا؟ لو كان نطبع مع المخزن هذا والاسرائيليين احنا اللي راح نحكموا في لجنه التحكيم، ولكن الجزائر بسيادتها وبرؤسائها وبشعبها الموت موت واحد والاسباب متعدده. ظلم على ظلم يا يوسف، راهم كونتر الجزائر. لما تشوف صحافه اوروبيه شبه اوروبيه تتكلم بان الجزائر محقوره، هنا تعرف واش معناتها يوسف. ما تقوليش انت الجزائر باستطاعتها، شوفها يوسف يخلونا برك يعطونا، هم عاطينا 10% من الفوتبول تاعنا اللي نلعبوه، يعطونا 50% امام الراي العالم. لو كان ما نديش كوب دافريك هذه احنا ماشي لاعبين واحنا ماشي فريق. احنا اليد الداخليه اللي راهي تايد في الصهيونيين، كاين ايادي داخليه راهي هي اللي تضرب استقرار الفريق الوطني والناقب، وخاصة اللاعب محرز اللي ولا يقارن بأي لاعب. حرام عليكم تركه أبو أمانة في رقبتنا، اليوم تشتموه شوف عبر مواقع الاجتماعي، والله 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 أم تاع بالماضي شتمت البارح، أم تاع بالماضي. هذا جزائري، منين جا هاد الشيء؟ من البلاطوهات ماهيش النتائج، النتائج تجي عبر كما يقول لك ماتش ماتش تجي النتائج. شوف المباراة الأولى والثانية. عندنا احنا أزمة أخلاقية أستاذ ناصر، هذه حاجة ماشي غريبة، احنا عندنا أزمة أخلاقية، الشعب تاعنا عنده أزمة أخلاقية سبحان الله. شوف هناك بالعالم رانا في المرتبة الأخيرة. فاش المرتبة الأخيرة يوسف؟ أسك احنا الشعب عنده أخلاق. إيه؟ أسك الشعب الجزائري، أسك احنا، أنا شخصياً شوفوا أخلاقنا، ما عندناش أخلاق مقارنة بالشعوب الأخرى. احنا نتقلقوا، احنا نتقلقوا ونقولوا كلام لا يقال. اسمع احنا متخلقين أغلب الشعب تاعنا والرجال الواقفين متخلقين يوسف. الله أكبر. في طبقة صغيرة. طبقة كبيرة يا أستاذ ناصر سبحان الله. لا أنا نقول طبقة صغيرة لأولادنا هادو الصغار باش تقول لي أنت يتعلم من عندي. كنت قاني انا مانيش وطني ونهضر في المدرب ونهضر في اللاعب ونهضر نكريتيك. قلت لي شتموه، قلت لي شتموه، قلت لك انا ماشي مقبوله بصح عادي الشعب تاعنا يهضر كلش. والله حرام انسان، شوف انسان خدام من احسن المدربين اللي فاتوا في الفريق الوطني، انت في ظرف كيما هذا حساس مازال لك تزيد تهضر فيه. انا في ظرف حساس لي سو لو ترافاي نكملوا الشامبيونا دافريك هذه ان شاء الله يا ربي بيدو يستقيل هكذا ويروح بالماضي يروح نقي حتى ويروح يقعد، لأنه هناك ناس الغيرة والغيرة أكثر من الكره. راهم في بلاطوات، وين لعبت أنت؟ لعبت كات ماتش في ليكيب ناسيونال تهدر في الناخب والمنتخب، تلحق أنت محرز اللي راك تتكلم عليه يوميا، تلحق أنت بالماضي اللي راك تتكلم عليه يوميا. تحدث على علي بن شيخ. ما نهدر على كل واحد، أنا ما نسميلكش. والله كاين راجل واحد قلت لك لا دانيير فوا مو من آية قاسي هذا ما حبش يتبدل وسافر مع الفريق الوطني، رغم انه صحفي ليس بلاعب او لاعب كبير. واش تكلم في اليوم الاول كنت نسمعه ضد بالماضي وداروا فتنه في بينه وبين بالماضي، ولكن الرجل هذا ما حبش يتبدل. هذا جزائري اصيل. انا ما عندي حتى علاقه مع هذا مؤمن، ربما انت عندك علاقه به. نعم. انا نتكلم على الناس الشرفاء. ونشهد له بالمهنيه. نعم. شوف انا نشهد بالشرفاء هذو. لذا راني نقول لك السياده الجزائريه بربي ان شاء الله ما تطيحش، لانه في البلاطو هذا في مدرب قاري وفي مدرب لاعب نقولوا كبير، ولكن الراس تاعو كي كان صغير ما كانش مليح خويا. كيفاش حبيتو يطلع انت في البلاطو باش يمد لك نظره، يعني كما يقولوا نظرة أخوية محبة للشعب هذا باش يوقف مع الفريق الوطني. والله يتكلمون على بالماضي ومحرز بحقد كبير، حتى وأنه كما قال حتى نسمع محرز يقول لك عاونوني راني في كيما نهضر كيما هو حبيت نوريكم.
عاونوني راني نهدر مع خاوتي راني في باساج دو فيد هكذا يقول لك محرز. نعم عاونوا هذا الانسان ما ناكلوهش. نعم خلاه باباه عندنا مثل الجزائر وش ما متش اي لاعب عبر التاريخ او في عمره 31 سنه يستمر مازالوا صغير يا يوسف. هو قال لهم راني نجوز باساج دو فيد سبحان الله. لا هو لاعب محترف استاذ ناصر ما نحبوش ندخلوا في هالتفاصيل اللي خلاتنا ما نتقدموش في الجزائر صراحه. هذا يوسف انا نتكلم عن الفضائح اللي راهي موجوده. انا معاك لكن الجانب الاجتماعي هذا اللي مانيش نطلع الجانب الاجتماعي. اي بصح مصطلح انه على كل حال باباه الله يرحمه بصح انه خلاه باباه وكل الكلمات. احنا راه في كره في القدم. انا ثاني شوف خويا العزيز مارست لعبت في فرنسا ولعبت في الجزائر وعندي درجات كما خويا سيد علي الله يبارك هو كمل هو راه في الميدان. انا ما نقدرش ندخل الميدان. هاو الميدان اللي نخافوا تاخذ به مرض بعيد الشرع عليك تاخذ به الشتم تاع والدين تاخذ به بزاف صوالح. نعم على الاقل راني هنا ماشي باش نكريتيكي ولا نلحق لو ميساج الشعب هذا باللي يوسف ماشي مليح وسيد علي ماشي مليح وهذاك يرفد شويه والاخر يرفد شويه كما راك تقول انت كاين شباب غير واعيين يتكلم برك واش يسمع يعاود. يعني راك من المصطلح هذا راك دير فتنه بين الجماهير ولا هذا ما يمدوهش لاي انسان. لو بلاطو هذا ينمد للناس الشرفاء مثل الرؤساء اللي فاتوا في الجزائر وعمرهم ما باعوا بلادهم. هادو راك تمد راك تمس بالشرف تاع الجزائر. الجبهه الداخليه لازم توقف كما كنا وما زلنا عليه. لما على الحكومه تاعنا تتدخل في الوقت هذايا وتنحي الناس هادو. نحي الناس البلاطوات. ما تنحيش البلاطوات. تنحي الناس الدخلاء. الناس اللي يكون نحن ناس العقلاء الدخلاء اه عم بالي قلت العقلاء الدخلاء. وانا واش راني نتكلم لو كان تنحي هاد الناس ارتاو بهاد انا بور موا دوك راني نشوف رانا في يد رانا محقورين يا يوسف من طرف المخزن هذا ما يقدروش للسياده الوطنيه يريدون اسقاط الجزائر. أني قلت لك الموت موت واحدة والأسباب متعددة. سنظل مع الشعب الفلسطيني إلى آخر يوم من حياتنا. طيب قبل ما أعطي الكلمة الأخ سيد علي ما دخلوا المخزن أعطيني يعني طريقة مباشرة في تعادلنا من بوركينا فاسو. يعني هل هناك ربما اتصالات داخلية؟ معليش باش يفهم المشاهد. يا يوسف وش بيكم يا يوسف قلت لك ما نقدروش نهضروا على الفوتبول دوكا. كيفاش أنت ماتش كومبلي لو فار ممنوع على الجزائر باش يولي؟ ولكن ما هو الدليل انه المخزن؟ هو دليل رئيس اللجنه. انا عطيت لك اسمه درك رئيس اللجنه التحكيميه وابحث اليوم وتلقاها. مغربي. مغربي. مغربي يهودي زيد نقول لك. سبحان الله يوسف تقول لي ما دخلوا كيف الفار ممنوع لينا احنا برك يوسف. نعم علاه؟ روحوا غير السلبي نحوسوا شكون اللي يدخل وما دخلش. محرز يلعب بثلاثه لاعبين. لو فيد اللي يديروا محرز ما يديروا حتى لاعب. محرز لا يقارن مع اي لاعب في الجزائري الوقت الحالي. مانيش نتكلم على الشخصيه الكبيره نهضر على بلومي. بلومي بلومي راجل ونص. اليوم نقول لك هذا البلاطو من هذا البلاطو نقولها لك احسن لاعب في الجزائر من ناحيه التقنيه بلومي. سخساوه قال لهم ليسي لو ترافاي عندنا ينيكيب وعندنا مدرب. نعم من باب الدعم. كون تقول له هذا كون تقول له يقول لك على جال وليده بلا مزيتنا وليده راه في كما يقولوا في تحسن ملحوظ. نعم. ولكن ماهوش مواجد لا كوب دافريك. نعم. كون جا هذا نتمنى له كل التوفيق. كل التوفيق. اي با يوسف بصح ما تقوليش. نعم نعم. شوف هذا ديت الكلام بزاف على خويا سيد علي سامحني. لانه هذا الراجل اللي هو قدامي راه في الميدان ولعب وكان مطلوب في عده فرق وعنده في راسه. خلاص دوكا ماشي وقت باش نقطع في المنتخب. اليوم طرحت لك فكره لانه حتى وليد صادي على يعني على كل حال رئيس الاتحاديه باش يفهم المشاهد ما يقدرش يقول لهم المغرب هي السبب الرئيسي. ما يقدرش ولكن الطعن اللي داروا ماهوش في الفيدراليه الافريقيه نورمالمون يدفعوا للفيفا. هو يبدا لازم يبدا هو يبدا لي بروسيدير خطوه بخطوه باش بس على لفت فاتك كيما يكونش كاين والله يطلع مش ريبونس. اسمع دوك تسنى في القطار نتايا ولا كان فاتك القطار هذا ومشى وانت جيت روطه راح يسناك ما يسناكش. نعم رانا شوف حبه من حبه وكارهه من كارهه اقولها واكررها اليوم ما علينا نحن جزائريين الابتعاد على هذا الحقد اللي موجود في بلاطوهات على الناخب والمنتخب
وعلى الشعب هذا اللي ثاني البريء اللي راه يتبع في الكره بقلبه، كاين اللي ما يعرفش كاع ولا يتفرج مسكين من قوته حب الوطنيه. لما تشوف انت يا عائله بالماضي البارح تهدر في عيب، قال لك ما تمسولوش بك بالشرف تاعو، هذا ما كان والله غير شتموا له امه. والله يا يوسف سمعتهم بني على ما قلتك شتموا محرز ولا فلان ولا فلتع، عيب يوسف تجبد لي انت امي، عيب. الله يهدينا ان شاء الله. هذا ما نقول لك استاذ ناصر، الرساله وصلت. اخ سيدي علي، استاذ ناصر راه دخل في كل التفاصيل العائليه والاجتماعيه والسياسيه والرياضيه. الان احنا ماذا بينا نبقاو في الجانب الرياضي، اريد ردا من على 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 استاذ ناصر وايضا على التحكيم. الان احنا رانا عايشين مبدا نظريه المؤامره والناس كاع كونطرنا، وكما قال لك استاذ ناصر في احدى الحصص نديروا علينا لي جمال. هل ترى بانه حقيقه يعني لهذه الدرجه انه ربما هي نعم انه الحكم ظلمنا، ولكن هل لهذه الدرجه التي يتحدث عليها استاذ ناصر؟ شوف خويا يوسف، انا كاين امور نشاطر، عفوا نشاطر خويا ناصر، بصح لحد الان لحد لليوم دونك مازلنا في لاكوب دافريك، دونك مازال كان نربحوا تروازيام ماتش ونروحوا، يعني المؤامره الحقانيه يعني تبان كيفاش راح نخرجوا احنا من باسكو يخرجونا يعني صح، كيفاش يخرجونا اذا صح كاين باسكو في لو موندي في لو موند اونتي ولا في الفوتبول التحكيم دي فوا يهلك اون ايكيب بلا مؤامره هكذا. كوم احنا رانا شغل نحسوا بزاف احنا ليزاجيني عندنا هذاك واسمو، انا قسمت على يعني المقابلات اللي لعبناهم قسمتهم على ثلاث يعني نقاط كبيره كما يقولوا، كاين التحكيم وكاين يعني المناخ اللي نلعبوا فيه يعني درجه الحراره ولا فريكو منها الى الداخل، وما ننساوش الجانب تاع التكتيكي ولا تاع لا كومبوزون ديكيب من هيدا، باسكو الداخل في ليكيب كي كنا كي كانت تلعب المقابله يعني شفنا وجهين في المقابله الاولى ووجهين في المقابله الثانيه، وكانه رانا نديروا رانا نحضروا للكاس افريقيا. انا هكذا شفت احنا نورمالمون لا كوب دافريك ندخلوا بين ايكيب تاكلين عليها من هذا، ولينا شغل انا راه نجربوا يعني تبدل خمسه وتبدل خمسه شيك راك تجرب لهنا يقول كاش واحد لا انا طيب شوف. عندي فكره فقط هو انه كي تبدل خمسه صراحه لا. شفنا المنتخب المغربي البارح كي ما تغيرش راح تونكيسي باسكو على فيزيكمون يعياو فيها أنا. دور فيها دور انا جايك تبدل خمسه وتقعد في المنهجيه تاعك في الخطه تاعك راني معاك حفاظا على الجول حفاظا على لوش تبدل خمسه وانت رابح ودوميني لي واش متاعه راني معاك تبدل خمسه باسكو راح لك الماتش ونعاودوا ريكيبيري وهم بدلوا بطريقه واحده اخرى اللي نورمالمون ندخلوا بها هذيك راني حاجه تما سي تان شونجمون راديكال تاع ليكيب ولينا نلعبوا بارتكازي واحد ورحنا للهجوم زوج في جوار وان بونجاح سليماني عم وراه محرز كان وراهم راح ادمنوا الناس هذو لينا سته. طيب معليش الاخ سيدي علي مليح حتى المشاهد باش يستفاد، انا سادخل معك في نقاش تكتيكي حاليا. المنتخب البوركينابي لو لم يلعب جمال بالماضي بخطه الاربعه ثلاثه ثلاثه في بدايه المباراه كان راح يقتلنا بالهجمات صراحه، هذه من ناحيه. لماذا؟ لانه يرتكزون على رقم 10 يعني دو بيفو بن طالب وزروقي هما اللي كان عندهم دور دفاعي باش ما شفناش منتخب بوركينا فاسو قوي في الشوط الاول، هذه من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه ادخال عمورا في الشوط الثاني وادخال ادم والناس في الشوط الثاني هو جانب من الخطه التكتيكيه، لانه البوركينابيين قد تعبوا والسرعه تاع عمورا تستفاد منها كي يكونوا اللاعبين تعبانين افضل من ان يستفاد منها في بدايه المباراه. تقول لي الدخول بمهاجمين لو تلعب بيفو واحد ربما راح تستقبل اهداف حتى في الشوط الثاني، بوركينا فاسو صنعوا لنا فرص كثيره كي كنا بزروقي فقط كانوا يديروا لك الكونتر خلاص هذه مجرد وجهه راي بالنسبه للخطه التكتيكيه لجمال بلماضي. انا جمال بلماضي نعطيه 8.5 من 10 في هذه المباراه. شوف يوسف انا قريت مام تعليق تاعك لقيت باللي شغل اعطيت له الحق في التغيير انا اللي نسميه اضطراري باسكو قلنا تاع محرز تاع محرز تاع لو شونجمون كاع اللي كان في لافو داروا اضطراري انا شفتو اضطراري باسكو 50,000 خطره من الفوق كان يقعد معنا 50 سنه بالماضي ما حش يدخل بونجاح وسليماني ومحرز يعني دوره كان ماشي دوره في المباراه ما يديرش دوره انا بين باللي دوره باسكو هذه ما دخلش ما سيهاني في لي ماتش اميكو ما درناهاش ما شفناهاش يعني حاجه نديروها نطبقوها
بعد ولينا شغل نحوسو شغل كلي واحد اي طريقه باش نلعب نلحقو. شوف المقابله هذه كان على بالو بلي كانوا حيستناوها امام هما ربحوا المقابله الاولى تاعهم نعم امام منتخب موريتانيا نعم. ربحوا المقابله راح يكونوا الاز تما لو فات لو ما يخرجوناش راح يكون المقابله تاعهم راح تكون ماتش نيل وتساعدهم راهم كونتر حامل لقب اللي مقبلها يعني شي الجيري ما ماشي كيف غير هكذاك دوك هنا اللي تبان نعاود نروحوا للتحكيم. انا كنت شغل العبد الضعيف بزاف ثلاثه تروا ريكيبيراتور كومبري كانوا في المقابله كنا نطالينياو فيه ثلاثه كي واش مبوط بن طالب وزروغي وكان يعاود يولي فاغولي يولي فيه ثلاثه وزيد ما حلش فاغولي ما شفناهش تماما في المباراه اي باسكو كان يعاود لونج سي لو بلون سي لو بلون بلاسمون تاعو كان خدمته ما عدا ربما ماشي هو لانه باش كان ينجح ما مررش الكره يعني صنع تفوق عددي هذاك انا علاش راني مبازي على فاغولي باسكو بوزيسيون بال شحال كانت حنا تاعنا في المقابله 63 ولحقت حتى 73 بصح يا ناصر خويا تا راك راجل تاع ميدان وتاع قريت معانا وراك بوزيسيون تقبل في ال 50 متر ماشي بوزيسيون استحواذ سلبي قدام لعبنا معليش لعبنا القدام احنا كانوا لي تروا كومبورتمون سيري لبعض صح ناصر لا بوزيسيون عاودوه قدامك الماتش وبالكرونو غير يكونوا يجريو في لابال مقبل 50 60 متر ما زدناش تاك 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 ثلاث كرات اللي راحوا في العمق اللي مدوهم ملاح الى ماركيت اللي بنجح هما اللي كانوا يعطوا كرات كان يروح زروقي يروح في مكان وين كان بن ناصر باش يجبد لاريارا تيرا لهذاك ونلعبوا مع واش اسمه مع ماشي بنجح بليلي نعم ما لو جوار اكسونطري في الفوتبول ما دوكا ما مشي درناو ليه دونك اللي كان باش نمدوا لابال بالماضي كان لازم زروقي يدخل في العمق وهذاك لاريراتيرا اللي جبد ليه كان لنا ماركيت عطال مدلو ينبال ودارت كما يقولوا شونجمون كوتي شونجمون كوتي بالضبط وسناها ما كان حتى جوار معاه محرز جاب لي ربي سي لو كونسي تاع لونترينور اللي كان يقول له دخل الوسط ما كانش يلعب بالاطراف هاني جايك المحرز هاني جايك المحرز دونك حنا لو جو تاعنا كاع بازي شل لو غوش ما في الكوتي غوش عند بلايلي دوك حنا ما كانش جوج كرات هذا هو يعني انا نقول لك باللي محرز ضحيه تاع خطه تاع بالماضي محرز ما لعبش مليح لي دو ماتش محرز ضحيه تاع بالماضي ومحرز ضحيه تاع تاع عطال تانيك. عطال مونك كومبيتيسيون تخيل ما قدرش يدير لي ما يسموه لا بروف دار دو نقول لك بانو جمال بالماضي حاول ان يعيد رياض محرز الى الواجهه باقحام سفيان فغولي لانه ثلاثيه سفيان فغولي عطال ورياض محرز في كاس امم افريقيا السابقه كانت تقدم مستوى خرافي حتى مع سفيان فغولي ما شفناش بصح يوسف الخطه المنتهجه يا سيدي الخطه المنتهجه اللي كانت عند الفريق الوطني تاعنا لحقنا باش نكونوا 4-4-2 ديفو على بالك بها في اون فيرا ميزور كي كنت لعب المباراه كاين لاعبين ملاح ذهنيا لما تروح لك يولي البالون عند لادفيرسير تلقى محرز ما كانش كامل ادروات حتى ديفو في بناء اللعب لما قال لك سيدي علي على عطال عطال مولف يروح له دي بال بيري عطال مولف يزلق هكذاك عطال كيما قال لك تعطل ولكن ما ندبحوش انا عطال خدم وش خدم وما كاش بديل هاو المشكل هاو محرز زعيه لقينا بديل عطال وش تدخل في مكانه اليوم انا ما نشوي مانيش في مضرب المدرب انا ما نشوفش جيتون في مكان عطال لا لقيتهم في مكان عطال انا كيف ها وش حبيت انا ولكن نمشي به يا خويا ناصر انا التشكيله اللي دخلت اللي دخلت الاولانيه يعني اللي كانوا اليني ماشي هذيك هي التشكيله وبعد اعطينا التشكيله المناسبه شوف انا الشوط الثاني يعني صراحه الشعب كله قال لك لو كان دخل بعموره رفقه بونجاح عموره كان لازم يدخل خلاص يعني قطعا كان لازم يدخل انا لو كان يريح بليلي كان لازم يدخل مما تفضلوا كان مهاجم ثاني ولا في مكان بليلي انا شوف واش اسمه عموره ماهوش الجو اللي يكون فيكس ما لا حطيتو فيكس ما لا حطيتو في كوتي ادروات ولا غوش ما تقدر تسميه مهاجم وهمي تقدر مهاجم ليبر باسكو وين كاين علاه
يستغل هذوك الفراغات والمساحات. نعم مساحات. واش معامن معامن يعني معامن؟ انا كي شفتو مع ليفربول خلاص انا هذاك الطفل شغل عرفت المستوى الحقيقي، المستوى الحقيقي كبير يعني. نعم. يعني ديفونس كيما هذيك تاع واش ما كاش ولا بونغا واش مول اللي ديفونسور تاع ليفربول يخرجوا يا توش يا كورنر باش يفيتيوها. شفنا ثلاثيه ذهبيه بين بالليلي عمورة ونجح، هذه الحاجه اللي ما كناش نتوقع أن نشوفوها في المستوى اللي شاهدناه فيها في المباراة. عمورة أعطى حرية تامة لهذا الثنائي باش يزيد يلعب أرياحية ودخل معهم في طريقة اللعب. كي نقارنوا مثلا إسلام سليماني ولا لاعب آخر في 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 أسلوب اللعب مع هذا الثنائي اللي تكون مع بعض البعض ويعتبر السلاح الفتاك لجمال بالماضي، لاحظناها بالماضي يلعب على بالليلي وبغداد بنجح، وكل الفرق اللي واجهناها كيكون بالليلي وبغداد في احسن مستوياتهم يقدروا يديروا لهم والو، يعني ما يقدروش يحبسوهم. شوف دخول عمورة اعطى نفس جديد لهذا الثنائي. يعني شوف راح نعطيك حاجه. شوف سامحني اخويا ناصر، بنجح راه في يامات يعني بنجح مام نهار الاولاني كان ما يخرجش، الماتش الاولاني كان ما يخرجش باش راه في يامات. انا حاجه شوف لا ديفيرونس اللي بالك ما يشوفوهاش الناس، بالك هايدا بالك ما على باليش. انا بلايلي دوك يزعفوا عليا كما قالها الاخوان، انا ديكلاري لهنا في لا تيليفزيون بلي انا مولود ديال الدم، انا مولود ديال بصح بلايلي نشوفوا في لو جو تاعو في لاطاك بلاصي، يعني كي نكونوا في لا كونسيرفاسيون من هايدا لا فينيسيون ما كاش يعني ولا ابار لا باس هذيك اللي مدها في العمق هذيك ومركب بها برومي بيت اللي دخلناهم كاع فينيسيون. تخيل داخل دي جويمات محرز، تعطي له بال داخل دي جويمات المحرز امام المرمى، يعني امام المرمى إنها. انا ما كانش انا ليا ما بانتليش بلي بلايلي طاحوا له واحد تروا زوكازيون ما خيرش لي زوكازيون لي زوكا هو ما خيرش القرار الافضل. الافضل معك بارك الله، هذا هو المستوى. هو يحاول يسدد. انا حبيت نشوف محرز الى ريماركيتو محرز داخل دي جويمات. شوف بيت والله طاحوا له المحرز هذوك لي زوكازيون داخل دي جيمات من ثلاث سناحير في الدرج اللي يحطها الواحد مدها الداخل يا شيري لا لا واش اسمه عموره مع واحد الماتش لعبناه هذاك ربحنا ربعه داخل باصا مدي باس داخل سيمات المحرز، محرز غلق وعطاها له تك تك بيت ضمن الهدف يعني فعال. واحد ثلاث كرات كانوا عند بلايلي، واحد زوج تيراهم يعني نحسب له في لي دو ماتش منها تيرا واحد تير في راح اللي قراد الفوق، واحده جبدها بون غارديان وكان خلاها كانت ما تدخلش اللي فيها ضربه الجزاء تاع بونجاح، وواحده يعني هما كانوا يمدوا الفاول غير تم يعني كان التركيز اللي ضيعها بغداد بونجاح، وكان حارس المرمى وربما لمسها شويه هذيك اللي سقط حارس المرمى هذيك المسها يعني رجعها هذيك وكان ضربها بطالون فاغولي راه هدف. نعم يعني الفعاليه لم تكن موجوده صح. هنا بازيت لك على واش نخرج منها هذا على التشكيله. نعم للتحكيم مؤامره باينه تاعي شرع الله يرحمه. نعم مؤامرات بان كي مقبل خويا ناصر قال لك على ثلاث ضربات جزاء انت قلت له وحده انت قلت له لا وحده. احنا رانا في مستوى تاع الناس كاع تكونفيرمي واش كاين، يعني ما مزوج هذوك الا ما فيهمش الفار يوريهم بارك الله. احنا الناس كيفاش كانت تشوف هنا تشوف بلي كاينه خدع، ما تشوف لا الاولانيه لا الثانيه لا الثالثه لا ما ولاش ليهم كاع. حاب يقول بلي كاين احنا ما عارفين لا نقولوا بيناتي بكري كنا نقولوا نورمالمون بيناتي لا ماشي بيناتي كيما كاش الفار نهار جا الفار ورينا كي البيناتي كي ماشي بيناتي ميم كي يكونوا ماشيين بلي ماشي بيناتي كانوا يمدوا يديروا تاع الفار يعمل فقط ضد المنتخب. شوف يوسف سيد علي شوف ليعلم مجاهد المشاهد الكريم هل تكلم على بالليلي هذا واش حب يقول هذا سيد علي؟ ما قالش بالليلي ماشي مليح افهم يعني يكون واحد يعرف علاش نقيموا بعضانا كيما قال لك كان محرز عنده لي زوكاز هادوك محرز كان يدير لا ديفيرونس ولكن اللاعب اليوم راه مركز جهه ايت نوري بالليلي وبنجع على الجهه اليسرى اكثر. هو قال لك ما يتخذش القرار الصحيح شكون بالنسبه ليوسف ما يوسف انا لما تكلمت على بيا الليلي يوم ما واش قلت لك بالليلي كبير على الشامبيونات تاعنا. نعم الى لي سي بروف راه في لا كوب دافريك المولديه تعاني المولودية ويقول لك هكذا علينا ما نربحوش، ولكن هذاك الفوتبول اللي كان في المولودية مخالف على الفوتبول اللي موجود في افريقيا ماهوش كيف يوسف. نعم ماهوش كيف كما يقول لك من طبقة صغيرة غلب طبقة كبيرة. حنا كانوا فرق اضعف من البطولة تاعنا ويربحونا لما تروح لادغال افريقيا كاين معالم واحد اخر، ولكن بالليل يبقى قيمة ثابتة. لكن فاجأ الجميع استاذ ناصر
ولا واحد كان يتوقع انه بليلي راح يكون بهذا المستوى. بصح ما يقدرش يكمل يوسف مازال، لانه لو طونداري اللي داروا ما لحقش المستوى اللي راه بدنيا يعني. يعني بدنيا نعم. هو ناقص نعم. ولكن واش راه يخدم سوف لا فينيسيون اللي ماهوش يكمل. أيوة. سي نعم. بالليلي لبليلي دو بالليلي ايام ايام زمان لما كان بالليلي نعم. شتي هذيك اللي خرجت فاس فاس ولحقوا له ديفونسور خرجها ما يديهالوش هذيك بالليلي يرفدها مانيش عارف كيفاش يدير. دي جاي انجيني هو لا. هو انجيني يقدر يدير لك ديفيرونس ما تنجمش تعرف. نعم واضحه. قبل ما نغلقوا الجزء الاول استاذ ناصر اعطيني تقييمك للمستوى جمال بالماضي. طبعا كان عندك اضافه لك سيدي اضافه انا هضرت على سامحني ناصر هضرت على التشكيله وهضرت على التحكيم المناخ واللاعبين الافارقه ما مش تاع بكري كاين اللي جاوا في بلاطه يقول لك حنا واش مهم الجول الكابون كنا نضربهم بخمسه الكابون دوك كان عندها سبعه ولا ثمانيه اللي جوا يلعبوا في ليفربول هو بيبوك. لا اعطيني واحد انا ما عنديش احصائيات اعطيني شحال من لاعب في ال 24 فريق يلعب ينشط في وسميلا ماشي عندك كاين احصائيه فقط كاين خمسه. امبارح منتخب الكونغو وتفاجات كثيرا انه اغلب لاعبيه يلعبون في الدوريات الاوروبيه وفي افضل فرق عنده اربع لاعبين في الدوري الانجليزي هذا واش راني نقول لك منتخب الكونغو ناس خويا يوسف هذا 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 المستوى احنا نقول لهم زعما جايبين محرز يوم قانيت راهم جايبين وعنده الافضليه تاع المناخ نعم عنده افضليه تاع المناخ شيء ايجابي شيء صراحه شيء ايجابي انه شفنا مستوى المنتخب يعني على الاقل نشوفوا مستوى جيد للمنتخب امام بوركينا فاسو انا شخصيا شفت مستوى جيد مقارنة بالناس اللي تنتقد لانه لولا خطا ايت نوري والخطا الاول في الهدف الاول هذاك واش لحق نعم هذاك واش لحق شوف يوسف لعبنا لهم يا استاذ ناصر على الساعة الثانية زوال آه قدمنا مباراة في المستوى هذا الشيء فرحنا نوعا ما ان نروحوا بعيد ان شاء الله في هذه المنافسة. طيب خلوني نسمع رايكم فيما يخص جمال بالماضي ما هو تنقيطك لجمال بالماضي صراحة بالنسبة خاصة المباراة هذه نعطي له 9.5 كيفاش عاودنا ولينا ولي شونجمون اللي دارهم البعض يقول بغداد هو الذي انقذ المنتخب ما كاش منها بغدادي بغداد هو سجل كيما شوف بغداد لما كان يمر في ايام فراغ الناس كلها موراه انا واحد قلت لك سليماني احسن منه ولكن اليوم راهو في فورمه كبيره لازم عليا نزيد له انت لما سئل احد ما نقولش شكون سئل احد يرد بحقد قال له هي هل ترى ماتش نيل تاع الجزائر تشوفوا نورمال ولا انورمال قالوا هذاك هو شغل هو رب العمل يسمى حاجه مليحه اللي درنا ماتشين شغل سلكنا شكون هذا ما فهمتش اي في البلاطوهات هادو يوسف نعم لما سئلاني نقول لك احد قال له علاش واش تشوف الماتش اسكو ماتش نيل ولا كنا نربحوا ولا البوركينا فاسو معليش صراحه استاذ ناصر انا لعبنا على السكور جرينا مور سكور احنا لعبنا خير منهم سي فري بصح علاش هو 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 تغيظك انك ما فزت بالمباراه ولكن كي تكون تجري مور سكور بيان سير تعتبره بمثابه الفوز لانه كنا قادرين نخسروا استاذ ناصر ربما نيتو هذه هذا الشخص اللي كاش هذا حقد على محرز بالماضي زوج من الناس هادو كان يروحوا يجي واحد اخر يستنى لا ياكل معاه يا الباب مغلوق يا ودي في ليكيب ناسيونال خلينا من الدباب هذا على كل حال يعني تعطي له 9.5 نعطي 9.5 بالماضي نعم والله نعاودها للمشاهد واحد اللي عنده تلفزيون يكبروا شويه ولا تلفزيون صغير تشوف فريق قسما بالله يوسف احسن فريق في الدوره لما تشوف لو ستيل دو جو تاعنا لهذا الماتش سئل صلاح كما تكلمت على ابو تريكه الناس انا ما هدرتش على ابو تريكه الكلام اللي هدروا ابو تريكه جابوه للبلاطوات هاو فلان هدر علاش قلت لك انا هذا ماشي باللومي ما نسمعلوش انا نسمع له وليد بلادي صلاح سئل قال له درتوا نيشاك انتوما والجزائر قال له كيفاش تشوف قال لهم الجزائر احسن فريق بلعبيه في الدوره هذه بالناخب تاعو تقصدي نسمع لوليد بلادي بعد تسمع صلاح لا 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 نسوني نقول لك نشوف هذا الكلام اللي قالوا صلاح اسكو يخرجوه اليوم في البلاطوهات قالوا له المنتخب المصري قال لهم احنا كيف الجزائر والجزائر احسن منا هو 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 يبعد الضغط على منتخب بلده قال لهم قال لكم قال لهم معليش انا اقولوا فيا واش نقول انا نمد واش عندي كيما قال محرز قال لهم انا نمر بفتره فراغ الى بوزوان دان سوتيان انا با بوزوان دو كريتيكي علاش قلت لك لازم نتحدوا احنا بيناتنا باش تمشي الهضره هذه نعم سنتحدث عن محرز في الجزء الثاني ولكن نخلو الكلمه للاخ سيدال يعطيني تنقيط جمال بالله التنقيط انا ما نقدرش كما يقولون نمد النقطه للناخب الوطني
مي نقولوا بلي هوروزمون راه كلش مازال في يدك، باسكو التنقيط راه يكون في نهايه. لا لا لا، تهربت تهرب من السرعه، ماشي تهرب من التنقيط. الكوتشينغ لجمال بالماضي، انت مدرب ويمكن ان تحكم. لا لا، انا في الكوتشينغ انا قلت لك ما نعاود تسمعني من المقبل، انا قلت لك التشكيله ما تدخلش هكذاك، باسكو الماتش هذاك دخلنا باش نربحوه، باش نربحوه وعلى بالك بلي نيكيب راح تسناك اللور عندها بلوك با ولا ميديوم. حمل مسؤوليه التعادل لجمال بالماضي. الجمال بالماضي نعم، كنا قادرين نفوزوا به بسهوله، يعني كنا قادرين نفوزوا به. والتحكيم باين، التحكيم طبعا. لا بروميير لا بروميير ميطون سي بور لي جوار، ما درتي نيكيب يعني لي نيكيب. ناصر انا لا دوزيام ميطون سي بور لونترينور. ناصر انا نقول واحد الحاجه والله يا سامحني خويا ناصر. لا لا انا رايك هذا سي. لا لا ولا غتسامحني على واحد النقطه، انا نسمعها ملي كنت صغير، من نهار بديت ميني ولحقت حتى سينيور ورحت قريت نقرينا كيف 22 سنه في ياستياس. وانا نسمع البريمير ميطون تاع لي جوار دو جيم ميطون ما كاش منها كاع. انا نتحدى اي واحد، كيف انا نخدم فريق تاعي حياتي كاع وانا نخدم فيه، وانا اللي نقول لهم كيفاش يدخلوا البريمير ميطون، وانا اللي نقول لهم كيفاش يديروا، وانا اللي نرالي لي جوار تنطيها لي جوار. انا ديك شوط شوط المدربين شوط اللاعبين، هذاك مصطلح هذاك مصطلح غير الحوا غير الحوا. انا اللي حطيت ليكيب وانا درت الشيما تكتيك تاعي، التغييرات هذيك تقعد لك كي البريمير ميطون كي دو جيم ميطون. انت تعرف الفريق تاعك لو كوتشينغ تاعو دوكا تيك راهو يتحسب ل ل ل باش مهم لي زيكيب كيروحوا يغطيو ليكيب تاعهم من هذا باش ما يشوفوش. دوكا راه كلش باين، يعني اللعبه راه باين. انا واش نعيب بالماضي؟ نعيب له ما كانش بلون ا بلون بي بلون سي، تما قعدنا غير في ماتش واعر كيما هذا، قعدنا بواحد لو ستيل خويا ناصر افيك تو مي ريسبي، قعدنا زدنا جبنا فاغولي وسمو طرواز وجيرتي كازيين واحد مع مادا محرز ماكري المورال تاعو كان ناقص ومنها هدايا يقدر يتفاهم معاه يقدر يديرو كاش حاجه. محرز انا عندي بارمي كي قلت تذكرت باللومي صح باش ما نحسبوش معاه المير جوار تاعنا يا سبحان الله زي ما محرز ماهوش ما عندوش نقص كاع ما نخممش فيها كاع. كاين هاد الناس ما يتجرؤوش، ما الناس هادو ما الناس هادو يدبروا لسانهم كما يقولوا. طيب باش يا استاذ ناصر، حتى ما نعطوش حتى من يعني ما نحقروا حتى لاعب، وباش نعطوا الاهميه لكل لاعبين، سنعطي للجزء الثاني الاهميه الكبرى اللي ربما اللاعبين اللي قدموا مباراه كبيره، نتحدثوا على ايضا وسط الميدان ونتحدثوا على التشكيله اللي يجب انه يدخل بها جمال بالماضي في مباراه موريتانيا. سنذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونواصل معكم. إذن مشاهدينا، لنا عودة إليكم في هذه المرحلة الثانية وهذا الجزء الثاني من هذا العدد للحديث عن خبايا والتشكيلة التي سيدخل بها جمال بالماضي في مباراة موريتانيا. طبعا شفنا أداء جيد لأغلب لاعبي الخضر ما عدا رياض محرز ربما الذي لم نراه كثيرا، ويوسف عطال الجهة اليسرى تبقى دائما علامة استفهام. ربما التشكيلة الأساسية لن تتغير كثيرا يا أستاذ ناصر أمام موريتانيا. نبدأ موندريا، موندريا لا يتحمل مسؤولية الأهداف التي سجلت له، ربما ضربة الجزاء كنا حابين نجبدها لأنه على كل حال يوسف وش راح نقول لك خويا العزيز، التشكيلة أنا لا أظن مش راح يغيرها، وجود محرز راح يكون دائما، يعني 4 3 3 لا مانيش نهضر تاك تهضر لي على التشكيله، التشكيله والاسلوب ماشي على الخطه، التشكيله اسلوب اللعب. ربما شوف على حساب رايي مبولحي راح يدخل في المباراه هذه، على بالك لو سوتيان دو مبولحي مع لي ديفونسور تاعو يعاون كثير، ما ظنيتش يتكلم. انا شوف غلطه موندريه ما ما ناش نهضر على الغلطه ولا يوسف، الى اون كيسي دو بيت اسكو لونترينور فارياجير كو الحارس هذا اونكيسا لازم يدخل الحارس الثاني، هذا حسب رايي انا، يعني مانيش نتكلم معنا باش يكون. انا منظريا نشوف رقم واحد لحد الان نعم، ولي دو بيت كي لا اونكيسي كما قلت، ربما في الهدف تاع الراسيه هذيك المباخته كان قادر يعني ما طلع يعني لا ما عنده ما يثبت فيها على كل حال، ولكن بالنسبه للتشكيله راح نشوفها لا ميم اللي دخلت المباراه اللي فاتت نفسها ما تقدرش ما تكون ديجا عندك بن سبعيني ما يلعب لا عندك بن سبعيني بن سبعيني من يدخل في ربما انا نشوف توغاي راح يدخل توغاي توغاي ولا انا والله غير ماما بالعيد هي بعيد والله غير ماما يعني الانسان ولكن لما هنا يقول لك ديما المدرب انا كمدرب نخمم على ليكسبيريونس باغ اكزومبل
بالعيد هو سياسة ثنائية توغاي ماندي ما شكيتش راح يجلس يعني توغاي توغاي لعب كثير في افريقيا نعم لعب كثير في افريقيا اكثر من ماندي لا اكثر من بالعيد والله مش هذا هو السبب السبب انه توغاي وماندي هي ثنائيه مجربه من قبل شوف يوسف على بالك المنتخب الوطني الوطني تخصه كما يقولوا الليبرو دو ميتي صافي بيان لونطون كون شيرسا ما كاش من قامت بوغرا و... ما كاش يوسف ما كاش ما تاع بوغرا انطري حنا ما توليش هذه حليش حل واحد مش شو ماشي بوغرا اي تاع واحد كيما حليش من وراء كان عندك رقم خمسة سي لو هو سي لو كو سي لا كوفرتير دو لا ديفونس دوكا ما عندناش ان كوفرتير يلعبوا دون دون لا ميم لين لي دو تاعنا لو 5 اي لو 4 هو السبب الرئيسي اللي خلاه بالماضي يلعب لنا بزوج بيفو يلعب جوستومون واش راني نقول لك يوسف لاكس ما عندناش في الفريق الوطني تغطيه عطال كاينه ولكن في لو بيفو هذاك ما عندناش اللي يحميهم الكل احنا عطلهم محمي رغم نقص المنافسه لانه لي دوزار لي دوزار تاعنا محرزاوي يولي محرزاوي يولي هاوي يولي يعني شوف يوسف التشكيله انا اظنها هي هي مع الغياب تاع بن سبعيني راح يكون في طوقا يعني فغولي راح يكون في اساسي تا قلت لي هي ايه ربما ربما واش راني نقول لك نعم رايك ربما ربما تفضل الاخ سيدال لا اسمح لي ما لا اسمح لي سيدالي نقول لك ربما عور اللي راح يبدا في بلاصه فغولي عور اساسي دوك راح تكوبي لا لا والله يا سيدالي غير راني نقول لك واش عندي ربما عور راح يكون اساسي نعم نعم يبقى رايك حتى ونسرق منك سيد علي انا ما نحشمش والله غير ها وليدي صغير ها وليك يقول حاجه مليحه نرفدها من عندك ماشي بوزيشن سي اكزاكت التكهنات لا لا لكم حاجه انتم علاش ذكرتوا عوار لانه راح ينشط الندوه الصحفيه مع الناخب الوطني لكن ما لازمش ننساو بانه ربما اللاعب الاساسي اللي يستحق انه يكون اساسي هو فرد الشايبي اللي كرج المباراه الاولى امام انغولا اذا لعب بزوج بيفو يعني اذا لعب دو بيفو هي راه قيم موريتانيا بزاف صراحه اذا دخل بزوج مسترجعين بن طالب وزروقي راه بين بانه موريتانيا منتخب كبير زروقي زروقي لا الهضره عليه خلاص يلعب ما قلناش يلعب ولا ما يلعبش صافي يلعبوش بين زوج بيفو باش نقول لك يلعبوش مسترجعين يعني بالله زروقي اللي راه يدور بدور فعال في وسط الميدان عنده ثقل فقط وفي نهايه المباراه شوف لا في نهايه مباراه استاذ ناصر نكره لاعب انه يمشي في ارضيه الميدان في نهايه المباراه بوركينا فاسو كان يجوز عليه هو يمشي يسو صح سبحان الله لا ما تمشيش في ارضيه الميدان ما تمشيش في ارضيه الميدان استاذ ناصر انا 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 واحد ما نتقبلهاش لو نكون في ارضيه الميدان شوف لاعب يمشي ما نتقبلهاش 75% تيتيد شوف خويا يوسف انا والاشكال عند المدربين في العالم هو وين تتلف لهم كما يقولوا ولا وين راح يخموا بزاف ولا هذا يعني شي لو بلون ديفونسيف باسكو سيرتو لاكش لي دو زاكسيو تلقاهم شفنا احنا كندوز قريشي مشاو وقيلت واحد 12 سنه ولا يعني لاكش باش تبدلو بعد شهر واحد يموت ولا هذا سينو ما يتبدلش دونك سي بور سا اللي كيصرى لهم كيصرى لهم صح لاكس تاعنا لاكس تاعنا ماهوش هذاك لاكس اللي ما يتبدلش ضعيف وضعيف جدا ماندي وبن سبعيني ماهوش لاكس اللي تكل عليه ريزون دو بليس يعني كيكون عندك لاكس وقت تشوفه ضعيف ما تقعدش تبدل امو هذاك الضعيف بالك يولي مليح بالممارسات ولا بروف حنا تالمو كي كان ضعيف يعني في لاكس مرح بوكرا وبنا قعدنا بماندي و واش متعملوا ديال بالعمري بالعمري مشات شويه هو لاكس يعني انا في الفوتبول واش حياتي كاع واش نعرف لاكس تاعو عندك ان طري بون ميليو تيرا لاكس يمشي لك ما عندكش ميليو تيرا مليح ما يكون لاكس تاعك مليح والله ما يمشي دونك باش ما نطولوش في هذه انا ليا ماندي مع توغاي كواك كيما قال خويا ناصر كان حب وشي يطولوا تاع لوسمان بالعيد بالعيد مي ماوش لو تروازيام ماتش اللي راح نمدوا له يعني لا شونس تاعو مجازفه كيما يقولوا و سي لو بلون سي لو بلون استراتيجي ولا سي لو بلون جو اي دوموندي لاكسيال غوش دوكا نورمالمون كاين مورتوغا كاين واسمو قول لي عليه الغوش هذاك اللي لا اتنوري ماشي اتنوري على توبا على توبا توبا هو توبا يسحقو توبا عنده مونك كومبيتيسيون هذا هو المشكل معليش بصح انا واش حبيت نقول لك يعني هذاك هو البديل تاعو لو كان راهو مليح
يحطوها اللي يحطوها برا مندي اي باش تقعد توجو المام برانسيب انغوشي يحل انغوشي مع دروات فوالا اللي ديزاكسيو يكون هكذا مي كوم مونك دو كومبيتيسيون ولعبنا بطوغاي وماندي بطوغاي درواتي اي درواتي واش راني نقول لك هذاك هو الاشكال بصح لعب به دار به ديجا في اللاكس دونك راح يغامر به كما يقولوا مي اكونديسيون اذا لعب طوغاي تما بن طالب راح الشير يلعب باسكو بن طالب سي تان غوشي ويغلق هذاك الكوتي هذاك وراح ديجا انستركسيون اللي مدهم له يمدلو بزاف يدير لا كوفرتور تاع ما بين ايت نوري وطوغاي راح تما هذاك واش بن طالب يعني هذا بن طالب يعني اذا درت طوغاي شو دير بن طالب طيب هل انت مع الدخول ب 4 3 3 شوف كاين توقع التشكيله لانه عندما توقع التشكيله بالماضي راهي واضحه 4 3 3 المثلث فقط اللي يتغير في بعض الاحيان قاعده المثلث في كره القدم يعني يولي يلعب هو بزوج صانعين يلعب ويلعب بريكيبيرات واحد ولا يتقلب المثلث يكون فريق قوي كيما بوركينا فاسو يلعب بزوج مسترجعين قاعده المثلث تولي الاسفل انا واش نتمناو نتمناو انه يدخل تشكيله الشوط الثاني لا خصيد عليك كيما هضرنا في كواليس يدخل ب 4 4 2 بوجود عمورة انا راح نعطيك ليكيب تاعي بالك ليكيب تاعي باسكو علاش دوكا تي كان جو بونس راح ندخل في راس تاع المدرب بالماضي وراح يبازي على البلون بي باش يريح كالكو جوار لي دي ستار باغ اكزومبل مش يطولوا محرز ولا هادو راح يكونوا البلون بي باسكو انا راح نفاجئك وراح ما درتش فيها محرز بالك لو سيلف لاجيري قال لي ما درتش خلاص المحرز من التشكيله الاساسيه انا ما درتوش في التشكيله وراح يكون في البلون بي باسكو سيتي ماتش اللي فيه 80 مينوت راح نلعبوه في الليل من هكذا راح يشوف شويه يلا اعطينا اعطينا التشكيله انا التشكيله تاعي راهي قلت لك توغاي مع ماندي علاش نلعب بجوج ارتكازيين باسكو لا فورم مازال ما جابهاش عطال وايت نوري سي لو تيب اللي حاب يخدم من الفوق دونك لازم لك دو دومي يعني دو ريكيبيراتور اللي مفروغ منها خويا ناصر زروقي وبن طالب وبن طالب هذه من لونك دو فريشير تاع الطال وايت نوري قلت لك يغامر واللاكس جديد ديما يلعب مع بعض يعني اذا لعبت بواحد ما درنا والو انا اليوم راح نشوف عوار راح يكون مور رقم 10 عوار رقم 10 في المنتخب نعم عوار يعني وين راني ما بين عمورة وبليلي وعندي عمورة أدموا الناس عمورة أدموا الناس بنجح بنجح بارك الله هذا هذه يعني فارق حاجة الأولانية إذا باش نحوسوا باش نعييو الفارق الأولاني يعني كيما تقول انت وراح يكونوا هجومات ومن هكذا هنا راه ليكيب تاعنا راه ايكيليبري وزيد عندنا دي جوار اكسبلوزيف وزيد كملوا الماتش تاعهم الاخراني كملوه مليح راح يكونوا في واسمو وما ننساش انا كي نقول لك باللي محرز راح يكون في الدكه ماهوش محرز باسكو ما لعبش مليح ولا انا ليا ماشي زعما دوك الشيء يعني باش تعتمد عليه في المرحله الثانيه يعطيني الصحه انا راني كومبستراتيجي كاين حاجه مهمه جدا اخ سيدي علي وانا ناسينها انه منتخب موريتانيا اذا الهدف تاعه انه يتاهل ربما بثلاث نقاط لانه نسبه كبيره انه يتاهل يعني راح يبادر بالهجوم المبادرة بالهجوم من منتخب ضعيف دفاعيا وقوي هجوميا منتخب موريتانيا قوي هجوميا ولكن دفاعيا كارثة بكل ما تحمله الكلمة معنى أنغولا ماركت لهم 3 أهداف صح. وأخطاء يعني كانت بالجملة يمكن أن نرى عدد كبير من الأهداف التي يمكن أن يسجلها المنتخب لكن في نفس الوقت نقدر نتلقوا أهداف لأنه عندهم هجوم جيد وعندهم تسديدات من بعيد أستاذ ناصر تكتلي دخول رئيس وهاب بن بولحي مونديريا شفته في الماتش تاع السنغال وتاع مصر عنده قدره جيده على التصدي من التسديدات من خارج منطقه العمليات وهو الشيء الذي سيفيده امام موريتانيا انا مجرد راي مانيش نقول لك انا جي بارلي دو بولحي على جال لا كومونيكاسيون تاعو مع لي ديفونسور يعني يمبوزي لي ديفونسور انا فاهم على كل حال بالنسبه لتشكيله المنتخب بالنسبه كبيره راح تبقى في 4-3-3 اذا تغير اللاكسي ما قال الأخ سيدي علي يعني راح نبقاو بزوج مسترجعين راح نبقاو بزوج مسترجعين رقم 10 انا رشح انه يكون فارس الشايبي انتم قلتوا عوار انا نقول فارس الشايبي سيكون وبليلي سيكون كاساسي ورياض محرز ايضا سيكون كاساسي انا ما نظنش انه جمال بالماضي راح كاين الناس لما تشوف اسكو ادم والناس تشوفوا انت لعب احسن من محرز كيسكي لا دوني هو ومحرز لما تشوف في الانضباط طول الناس راهو يلعب دي مينيت لا واش راني نقول لك باسكو علاش كيما قال لك سيدي علي
ربما نشوف ادم الناس في الجهه اليمنى. انا نقول لك جو بريفير عمو راك ادم الناس جو ديريكت. بصح ادم الناس ما كيفاش حكمت عليه انت ومازال ما شفتوش؟ ما حكمش عليه انا نشوف في ادم الناس. وين شفتو 10 دقائق؟ بريمير سوف مازال ما خرج. شوف 10 دقائق ولا ربع ساعه ماناش نهضروا على المباراه هذه. ادم الناس بالك راه يمر في مرحله مليحه ولكن ماشي كيما لي دوني اللي مدهم محرز. يعني محرز لا يمكن المساس به في المنتخب. ما شو ما تمسوش لانه شوف مازال ما عرفوش حنايا ما بالك بالك انا ناقصني نهضر عليه هكذا. ممنوع المساس بمحرز. نعم. ممنوع. هذه واضحه. نعم. بالنسبه لليكيب ادفيرس كيما واش عندك دو جوار. شوف ليكيب ادفيرس ديجا كي ما يلعبش محرز يتحرش لو نومبر دو جوار راح يولي كيف كيف الفريق الخصم يتحرك ما كاش رقابه فرديه. نعم. ما والله كان دو ماش بور محرز كنا حابينه انا واحد ولا اي جزائري اللي يحب المنتخب كنا حابينه يدير ما اكثر ولكن لما تشوف سير لو بلون تكتيك ضحيه تاع 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 خطه تاع الماضي ضحيه تاكت واش راني قلت له سير لو بلون تاكتيك معليش هو الاهم يخدم في خدمه ناصر الاهم الان انه محرز ما لازمش يدخل في هذا الامور تاع مواقع التواصل الاجتماعي لانه الان لاحظنا انه بدا يرد على الجزائريين حتى صلاح ورد معليش هذه الامور صلاح ومبليسي ما حش يلعب حنا ماذا بينا من الناحيه النفسيه رياض محرز يبقى مركز في المباريات ما يركزليش على الجمهور شو يقول عليه شوف عبد القادر غزال كي كان كل الجزائريين يتنمروا عليه دخل في كاس العالم واش دار؟ خرج لنا بكارتون كارتون روج محرز لازم يركز على المباراه ينسى الجزائريين لا شوف نعم وينسى كل هذه الامور وجمال بالماضي ايضا محرز سي ان بروفيسيونيل لا اشرح ما يطيحش ان شاء الله رد في منصه اكس في تويتر يعني رد على الجزائريين وحتى في تصريحاته انا ليا تصريح خاطئ من رياض محرز انه يقول كاين ناس شاده لي زيكرون كلش انت كابتن المنتخب ما عليك الا التركيز على مستواك خلينا نستمتع وقالها قال لهم انني مركز مع الفريق الوطني هادو ما يهضروا يرجع عليها مستمر نورمالمون ما يرجعش رياض محرز اكبر من هذا لا شوف يوسف ان شاء الله شوف ان شاء الله نفوزوا في هذه المباراه ان شاء الله هذا التحكيم هذا ما كان يكون مليح تشوف يعني المنتخب يعني بعد الطعن الذي تقدم به صادي التحكيم ان شاء الله التحكيم في الفار قد تغير ولكن هناك اشكال في حكم الفار هو نفس الحكم اللي دار المنتخب التونسي وغلط في مباراه المنتخب التونسي حكم انضمنا الغاني الحكم الرئيسي حكم صومالي ولكن حكم الفار هو نفسه اللي غلط في مباراه المنتخب التونسي ان شاء الله ما يديرناش ديقات استاذ ناصر نعم اعطيني التوقع تاعك ما تقوليش ما نعطيكش توقع انت من اللي بداتكم ضافري قولي احنا نربحوا مازال ما لا لا ان شاء الله نربحوا ان شاء الله نربحوا وراني نشوف النتيجه ان شاء الله تكون لينا لانه الفريق وتكون صعبه لانه الفريق الوطني الموريتاني ما عنده ما يخسر راح يلعب لوتو بور لوتو فهمت واش حبيت نقول لك يلعب كره جميله باك تشوفوا نلحقنا باش التقييم تاعنا يتقيموا مع الموريتاني يعني باش تشوف كيفاش يوسف افريقيا ما ترحمش لاغال ما ترحمش افريقيا بصح منين هذا الشيء انت بوركينا فاسو اللي نضربهم 5-2 معليش مركاو لنا زوج 5-2 حكم المباراه تقصد شوف المشكل اين هي القيم اين هي المبادئ الكرويه الاخويه اللي راه كاين الناس اللي يقول لك تحب انا نحب الجزائر الا باللسان هادو الافريقيين او المخزن هذا الحكام المغاربه يقول لك احنا نحبوا ما كاش اللي يحب الجزائر على سيادتها ورجوليتها والله ما احنا جميع رئيس زاد في البلاد جاز في البلاد هذه خلى بصمه ديالو كلهم ولكن يوسف دوك انا نقول لك شوف الجزائر موريتانيا ان شاء الله التحكيم يكون مليح طيب اعطيني توقعك النتيجه باش نغلقوا الجزائر نربحوهم يوسف شحال ما نقول لك سكور نور ما نقول لك ان زيرو واش راح نقول لك يوسف نعم لانه باسكو احنا ما عندنا حتى شوا دوكا الفوز او الرحيل الفوز ولا الطياره ما الله ما باسكو لي فوتباليستيك الجزائر اون فينال ترشح الجزائر للوصول النهائي والله غير قلتها لك في حصه من الحصص قلت لي الجزائر مصر قلت لك جزائر مصر اون فينال مازالك شاد فيها ما لا غير يوسف ولا غير اللي يعرف لما تسمع ناس كبار تهضر شوفوا لي انت يا ان غران انترينور محلل اللي دا دي تروفي محلل اللي عنده دو تروفي وتروه موت تروفي محلل في قنوات الجزائريه كاش اعطيني حسن شحاته محلل تروا كوب دافريك يسالوه عبر الهاتف ما يحللش شفتو بار اكزومبل خطره سير سكايب سالوه فقط قالوا له يا شحاته انت خليت الوطني في صحه جيده
بالتروا تروفي جاو من بعدك ما كان والو، قال لهم خليهم يعملوا. نعم يعني شوف داير كما يقولوا قيمة نفسه. نعم بارك الله. لكن لما انت في راك في مرحلة نهائية كف. نعم رسالة وصلت أستاذ ناصر، الوقت يداهمنا. أخ سيدي أعطيني توقعك للمباراة. لا إن شاء الله هي كاين توقع زي التمنيات، حنا نربحوا. توقعوا أنت 2-0. 2-0 للجزائر. وأنا أتوقع فوز المنتخب الوطني بثلاث أهداف مقابل هدف لمنتخب موريتانيا. على كل حال من اللي بدأت كوب أفريقيا توقعنا الفوز، مازال ما فزناش، كنا أنه في المباراة الأخيرة يكون هناك فوز. الناس غيتسقسي وتقول لك لو كان نفوزوا على موريتانيا كيفاش نتكاليفا والحسابات، والناس هي جاب لي كالكيلاتريس. حنا راح نسيو نبسطوا لكم الامور لانه الكاف قد غيرت القانون. والان في حال فوزنا على موريتانيا نصبح بخمس نقاط مع المنتخب البوركينابي والمنتخب الانغولي. خمس نقاط مع هات المنتخبين راح يديروا كانهم بطوله مصغره، يعني بالنسبه لهم كبطوله مصغره، يعني راح يشوفوا لي بوان بيناتنا احنا كامل. احنا المشكل انه لي بوان بيناتنا متساويين ايضا، 2-2. نعم 2-2، يعني نبقاو في نفس المستوى. بعد لي بوان راح يشوفوا الاهداف، يشوفوا الاهداف التي سجلت في المباريات بين هذه الفرق. يعني لو تتعادل، نتحدث عن انغولا وبوركينا فاسو بثلاث اهداف مقابل ثلاثة، احنا راح نروح في المركز الثالث. لو يتعادلوا بهدف مقابل هدف راح نكونوا احنا في المركز الاول. نعم 0-0. نعم 0-0 راح نكون في المركز الاول بنسبه كبيره. هدف مقابل هدف ايضا راح نكون في المركز الاول. 2 مقابل 2 راح يروحوا الاهداف، فارق الاهداف. احنا اذا فزنا بنتيجه جيده بفارق هدفين او ثلاث اهداف راح نكون احنا في المركز الاول. هذه بالنسبه للحسابات باش المشاهد يعرف كيف. نعم 3-3 يخلينا في المركز الثالث. وإفريقيا العجيبة بخرجتها، نتمنى وبرك ما يديروش ما يخرجوش. إذا داروها 3-3 كارثة. على كل حال الكاف غريبة يعني في تغييرها للقوانين، لكن نتمنى إن شاء الله تأهل. هذا اللي يهمنا، يهمنا التأهل. وبعد ذلك ما يهمناش المنافس، حتى وأنه البعض يتساءل في حال تأهل أيضا معنا حنطيحوا. نتأهلوا بعد سهل يوسف. نعم معليش ننور الرأي العام. في المرتبة الأولى راح نواجه صاحب المركز الثالث من مجموعة مصر أو تونس أو المغرب يوم 27 جونفي. هذه بالنسبة للمركز الأول. المركز الثاني في المجموعة راح نواجه متصدر المجموعة الخامسة، يعني راح نواجه بنسبة كبيرة منتخب مالي، وراح نخرجوا من مدينة بواكي، ما نبقاوش مدينة بواكي. بالنسبة للمرتبة الثالثة راح نواجه متصدر مجموعة كوت ديفوار. هذا الشيء ربما اللي ما حبيناش، أنه باسك على هويتيام فينال راح تطيح كون فينال اذا طحت مع نيجيريا ولا طحت مع كوت ديفوار ولا مع منتخب حتى منتخب راس الاخضر، منتخب لا يستهان به. على كل حال نتمنى التاهل اولا وبعد ذلك ندخل في التفكير على المنتخب الذي سيواجه المنتخب الوطني الجزائري. قبل ما نختم هذا العدد، المنتخبات العربيه كلها دخلت في الحسابات، حتى المنتخب المغربي قد تعادل مع المنتخب الكونغو. استاذ ناصر انت في الكواليس قلت لي قبل مباراة الكونغو بأنه المغرب ستكون مباراتهم صعبة أمام الكونغو. فعلا يوسف لي قلت لك راك في أدغال إفريقيا وهما ما داروش الفريق هذا حساب، هما سلكوا من الخسارة. شوف لو كان داروا له حساب يربحوا كيفاه؟ في الفار الفوق ولا لتحت مع الأربيت؟ كون كان الأربيتراج محايز ليهم بزاف هكذاك، وكان معاهم يوسف الأربيتراج. صارت لقطة غريبة. صارت لقطة غريبة مع الآخر تاني. شوف لونفويس مو هذاك ولا اللي صار مع الركراكي واللاعب هذا. شوف بأنه لاعبي الكونغو كان عندهم الحق. ولكن أنا نستنى وش راح يخرج من لاكوميسيون ديسيبلين هذه اللي راهم دايرينها لتما. معليش ردة الفعل أستاذ ناصر، هل تشوف بأنه عندهم الحق الكونغو؟ واش عندهم؟ واش عندهم؟ عنده الحق يرياجا هكذا. يوسف الناس مضرورة في قلبها. ليش نقول لك أن الجزائر رحموا من في الأرض يرحموكم من في السماء؟ يعني الكونغوليين كانوا مضرورين باش يفهم المشاهد. ها؟ كانوا يوسف مضرورين. يوسف على بالهم. شوف أنت راك تلعب كين وطني اسمه واحد مسلم حقيقي في وسط الفريق هذاك مضرور بصح يلعب. ما لقاش وين يخرج هذاك الزعف ديالو، خرجوا لو مومون هذاك في حالة غضب خرجوا. تمتم قال له الفار وكمل وكمل وجده. من بعد هذيك حنا وكان جوار جرامور جوار وضربه ولا كذا يرفدوه من تما عمروش واش دار حاوزه لانه جزائري. كون جا من روكي دار الكلمه ما يحاوزه.
وكان جا ماشي بالك كاميرون ما يحوزوش ماشي غير المغرب يعني كي جا جزائري عمروش طريده يعني يقول لك يا يوسف الله رانا مستهدفين يوسف رانا مستهدفين انا علاش من ذاك نقول لما نقول المحرز نقول له تقعد تا محرز ونقول بالماضي انت انسان جيت تخدم ان شاء الله ربي معاك ويكمل لك لان شو الشعار هذا تاع الحزن يجي فرج من بعد الحزن دائما تلقاه مسكين دائما حزين والله بالك هذا الانسان راح ينشف نعم اي سبحان الله الانسان نعاونوه في الوقت الحاضر نهار اللي يخلص روحوا جيبوا المواس كي تخلص لا كوب دافريك جيبوا المواس وان شاء الله بالك كون ربي بالك يحبنا حنا نكونوا في النهائي ان شاء الله حنا هنايا شو باش حنا كون لحقوا النهائي وما نديهاش كما قالوا له نوصلوا للنهائي وما نديهاش اي باش تشوف يوسف اليد الحاد الانتقادات هذه الانتقادات ليست في مستوى كره القدم علاش قلت لك الغيره كاين ناس من بكري نعرفوهم في بلاطوات ميتين بالغيره والغيره اشد من القتل نعم من الكره نعم انا هذا الباب يحب نوصل ليه نعم استاذ ناصر الوقت يداهمنا باش نبقاو في مباراه المغرب كيف رايت التعادل مع منتخب المغرب كيفاش راحت الربحه للكوديب الكونغو تشوف كونغو تستحق الفوز يستاهل نعم يستحق وهذا انا حبيت المقابله تاع البارح حبيتها كي يعني شغل صرا لهم مشكل ليكيب تاع المغرب حسيت روحها شغل لا دومينونت لافريك سي لافريك ماهيش كوب دي موند ماشي كيف كيف كون نجيب كون نجيبو ايكيب من لوروب تجي تلعب واش سمو نجيب الالمان ولا نجيب راح يصرا لهم باش يروحوا بعيد في المنافسه ما نشوفهمش يروحوا بعيد غير لا كان ناصر عاونهم كيما شكون البار لا شكون اللي بي يعني بامور خارجه على كره القدم اكسترا سبورت الله يوسف يوسف قلتها لك مرات في المرات يا سيدي علي انا معاه كي قال لك لو كان وجدوا روحتهم للكونغو كانوا يربحوا هالماتش وجدوا روحهم يعني بالحكم نعم طيب ظاهر كيما يقول نعم طيب المنتخب التونسي والمنتخب المصري سامحني باسكو شفت المقابله الاولانيه ربحوا ثلاثه مع تنزانيا على المقابله الاولى اللي كان مخرج بالروج المقابله الاولانيه الهدف الاول فيه الشك فيه الشك تاع لوجو موروها غير هكذاك وعاودوا نحاو كاين كارتون روج كيميل دو كارتون ما يستاهلش الجوار الحق وجنق طاح عنده اسمه الحق اللي هزاته طاح خلاهم يلعبوا هاديش باش ربحوا بثلاثه نعم طيب هذه كانت بالنسبه للمنتخب المغربي الان باختصار ترشحوا المنتخب التونسي والمنتخب المصري باش يوصلوا لدور ثاني ام لا انا نقول لك المنتخب المصري راح يفوت ونتمنى من كل اعماق قلبي وراني ساند المنتخب التونسي ثاني باش يجوز لانه صعيب عليهم الشيء صعبه جدا امام منتخب جنوب افريقيا لكن لو كان يتحصل على 4 نقاط راح يكون ان شاء الله إيه لازم يفوز على سيد افريقيا ان شاء الله يا رب ولا لو سيد افريقيا البارح ربحوا 4-0 ولا ما شحال ربحوا 4-0 عندهم هجوم مليح نعم. ولكن التوانسه دائما يديروا لنا هكذا يركبوا لنا الخلعه ومن بعد يخرجوا نتمنى ذلك نتمنى هذا واش نقول لك اللي هي ماشر دومي فينال ماشي ما نهضرلكش على هذا الدور هذا باش يجوزوا من دور محمد صلاح نعم من دور محمد صلاح وتونس نشوف فيهم ما يقدرش يجوزوا ما يجوزوش نعم حتى انا نشوف بان المنتخب التونسي بنسبه كبيره لن يتاهل للدور الثاني مقارنة بالمنتخب المصري وأيضا منتخبنا إن شاء الله اللي راح يجوزوا للدور الثاني بإذن الله ونتمنى هذا ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية على كل حال وخاصة منتخبنا الوطني وصلنا لختام هذا العدد أستاذ ناصر نشكركم جزيل الشكر على كل ما قدمتم شكرا لك خويا يوسف ولا يتسمح لنا الفرصة هذه باش نمدوا لخاوتنا يعني شوية إيمان بالله هذا مكان ونقول لهم نحن اليوم في يد حقيرة مخلطة بالمهولسات وجميع دعاوي الشر راهم موجودين اليوم في أفريقيا كما نتمنى إن شاء الله يعني هذا واش دار وليد صادي راح يلحق يعني لو ميساج هذا ويديروا لنا حكام في المستوى اللي نقدروا نمدوا النظر الوجه الحقيقي تاع المنتخب الجزائري لما تلعب مليح وما تفوش هي ديرنيامون ديرير تو سا سي لو ريزلت سي ان بو ديفيسيل راح نسلم على واحد العائله يعني ويسلموا عليك الاخ يوسف تحياتي عائله بوشاوي سلامي الحار لهم كلهم وخاصه الى نائب رئيس البلديه هذا تاع عين طايه ابو عيشاوي رضا المعروف يعني واش راه يقوم في البلديه هذه بقياده رئيس ثاني البلديه اللي نحيي تاع بن شابي رغم نقص الامكانيات هناك مي راهم يضربوا في يد هكذا من باش يسقموا البلاد هذه
سلامي الحار الى كل عائله بوعيشه والى ابنه عبد الرحمن ورضا وحنان ونسرين واميمه. اتمنى لهما النجاح في الدراسه وطول العمر للزوجه الكريمه. واخر كلام سلام الى كل المشاهدين الجزائريين. شكرا استاذ ناصر. اخ سيدالي ايضا نشكركم جزيل الشكر على كل ما قدمتم. بارك الله فيك يوسف. شكرا على الاستضافه مره اخرى. انا عندي اهدى عندي لاختي واخويا زيد في زوج في جونفي. اختي خديجه قولها ربي يطول في عمرك. صفي عبد النور كانيت لفاتين البارح. وتحياتي لولاد حبتي صحاولكم. شكرا جزيلا اخ سيدي علي. طبعا نتمنى كل توفيق للمنتخب الوطني. اذا مشاهدينا قبل ما نختم نقدم تحياتي للاخ صغير وابن الحي حيدر. وايضا في كاس امم افريقيا ما تنسيناش في اخواننا في فلسطين. نبقى دائما ندعو لهم فاللهم انصرهم وكن عونا اليهم يا ارحم الراحمين. اذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لمسك الختام. تقبلوا فائق تحياتي انا يوسف بن سراي واخر الكلام سلام. سلام الله عليكم.